كل سنة طيبين روتانا، ويا رب تكونوا معنا دايما في احتفائنا بالسينما، اللي هي أنا دايما بقول هي زي ما بيقولوا، يعني زي ما زمان كانوا بيقولوا المعلم كاد المعلم أن يكون رسولا. أنا بقول في الزمن ده الناس ما بتحضرش قوي محاضرات أو بتقرأ كتب، لكن بيتفرجوا على أفلام وبتأثر فيهم. فأنا بقول أن كاد السينمائيون أن يكونوا هم الرسل الجدد. فأرجو أن دايما تكونوا معنا، وألف مبروك روتانا على 10 سنين.